حيثما سويثما أزول، إخواني أخواتي، السلام عليكم. انا جا شوي داد فني ثمتنا باش نبلاث المهم أزول خاكم كل شيء قبل ما نذقي صلب بالموضوع نسيورخ النقطة نين المهم قبل ما نسيورخ الموضوع النهارة أذيري ووارس اللغة العربية باش أفهم من كل شيء نذكر المسيرة باريس طبعا تري 5 جي واحد فني ضرورية تري لأن ران أجليت نأجليت وبالتالي نعلن التاريخ الجديد هو 5/1/2019 لأن الذكرى تصادف الإعلان عن الحملة بداية الحملة العسكرية في منطقة نعرف طبعا في الخطاب محمد الخامس رجان 6 يناير 1959 يجي يعلن بداية الحملة العسكرية خريف طبعا وقع المآسي نمشي نزوان نخضع التاريخ هيا باش نسنق يجي المسيره باش نجمع بين من توقع لوخاق الحراك من يوقع نقير 1959 لهذا خصنا نخضع كل شيء عن 5/1/2019 يخص كذلك نقيم نفس الحماس يخصص نك التعبئة أمو خنقا أمو خنعبأ إن في المسيرة إن أجل رجان 8/12/2018 طبعا قررت تأجيل إراق صائب لهذا نتأكد بأن يخصى أنا حباريس الإعداد مغا يخصى نحكوش ينحضر باش تيري 5/1 تريج المسيرة تاريخية باش نسمون من توقع روخ اك من توقع طبعا من يوقع 1959 لهذا يخصى نعبأ المسيرة 5/1 مخ نعبأ المسيرة 8/12 تحياتي لهذا إثما مخصنا ما نسيور رخص اللغة العربية لأن الموضوع يسيد المناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المهم نسيور سي اللغة العربية باش نفهم من كل شيء إخواني أخواتي كما تعلمون بأن اليوم 10 دجنبر يصادف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الإعلان العالمي هو بمثابة تخليد لأول ميثاق دولي صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الإعلان العالمي الذي صدر في 10 دجنبر 1948 وهو أول إعلان عالمي بعد الحرب العالمية الثانية هذا الإعلان يتميز بأنه إعلان شامل إعلان يضم جميع الحقوق بشكل طبعا عام وبشكل مركز بحيث يعتبر وثيقة شاملة فالإعلان العالمي يضم بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كذلك يضم
الحقوق المدنية والسياسية، ويضم حقوق بعض الفئات مثل حقوق الأطفال، حقوق المرأة، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. ينص كذلك على حق الشعوب في تقرير المصير السياسي والاقتصادي، وكذلك يضم بعض المبادئ المتعلقة بالمحاكمة العادلة، وهو بمثابة إعلان شامل. هذا الإعلان العالمي بماذا يتميز؟ يتميز بأنه إعلان أخلاقي، إعلان أخلاقي غير ملزم بالنسبة للدول، وهو ما يفسر أن معظم دول العالم وقعت وصادقت على هذا الإعلان، لأن لا يتضمن أي التزامات بالنسبة للدول. جاء شاملا لمعظم الحقوق ودون تفصيل، ولا يتضمن أي آليات ملزمة. يعني يمكن أي دولة وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقريبا كل دول العالم، لأن غير ملتزمة به، يعني غير ليست هناك آلية لإلزامها بهذا الإعلان العالمي. هو بمثابة إعلان أخلاقي، وهو أول إعلان، أول ميثاق يعني صادر عن الجمعية العامة. ومعظم بعد ذلك تلته مجموعة من الاتفاقيات الدولية. هذه الاتفاقيات الدولية في معظمها هي صادرة، يعني جميع المواثيق الدولية التي صدرت منذ 1948، منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى الآن، هي تتميز بكونها تعبر عن الضمير الإنساني العالمي، عكس طبعا كما يقول البعض، لأن جميع المواثيق الدولية الصادرة لحد الآن إما في معظمها صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو عن المؤتمرات واللقاءات والاتفاقيات التي أو الندوات التي تعقدها الجمعية العامة، لكن في معظمها الاتفاقيات الملزمة صادرة عن الجمعية العامة. وعندما نتحدث عن الجمعية العامة هو بمثابة منبر عالمي، بحيث أن جميع الدول متساوية، مثل الولايات المتحدة، مثل الصومال، مثل إثيوبيا، مثل يعني كل دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لها صوت يساوي، يعني جميع الدول متساوية من حيث الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي هذه المواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع الاتفاقيات الدولية التي تلت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي تعبر عن الضمير الإنساني العالمي، ولا تعبر عن إرادة الدول العظمى أو إرادة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، لأن القرارات أو الاتفاقيات الصادرة عن الجمعية العامة تختلف طبعا عن القرارات أو الاتفاقيات التي تصدر، وطبعا ليس اتفاقيات وإنما القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن هو قرار تصدر عنه القرارات الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، يعني هي المتحكمة في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والتي لديها حق الفيتو، مثلا مثل الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، أضيف لها الصين وكذلك روسيا. إذن هذه الاتفاقيات الدولية ما يميزها عن باقي القرارات السياسية، عن القرارات السياسية الصادرة عن مجلس الأمن، هو أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تصدر عن الجمعية العامة التي جميع الدول متساوية من حيث التصويت، وبالتالي فإن الاتفاقيات الدولية تعبر، الاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تعبر عن الضمير العالمي، وعن الإرادة المتساوية لجميع الدول في
طبعا إقرار حقوق الإنسان. كما قلنا بأن الإعلان العالمي هو إعلان أخلاقي جاء مجملا، بعد ذلك جاءت مجموعة من الاتفاقيات، جاءت مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تتضمن آليات ملزمة. نذكر من بينها مثلا كانت هناك بعض الاتفاقيات، نذكر من بينها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باكت انترناسيونال غولاتيف او دغوا سيفيل اي بوليتيك. كذلك هناك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا العهد طبعا صدر عن الجمعية العامة سنة 1966. العهد الثاني يعني يسمى بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هو باكت انترناسيونال غولاتيف او دغوا ايكونوميك سوسيال كولتورال. هذا الاتفاقيات، هذا العهدين الدوليين، هو هذا خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يتناول بالتفصيل المواثيق الدولية الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولكن هذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يتضمن آليات ملزمة، آليات ملزمة بحيث نص على لجنة حقوق الإنسان، لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك هناك البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. هذا البروتوكول الاختياري الأول ينص على حق الأفراد في تقديم الشكايات، في تقديم الشكايات إلى لجنة حقوق المدنية والسياسية، وكذلك هناك البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. نجد أن المغرب من بين الاتفاقيات الأولى التي صادق عليها، نجد أنه صادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مارس 1979. من بين الاتفاقيات الأولى التي صادق عليها، يعني كانت هاد العهدين الدوليين صادق عليهم في مارس 1979، نشرت طبعا في الجريدة الرسمية بعد ذلك، الجريدة الرسمية بتاريخ 21 ماي 1980. يعني ستلاحظون معي جيدا أن هنا سنتطرق إلى اتفاقية، مثلا هذه الاتفاقيات، هذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينص على مجموعة من الالتزامات التي كان على المغرب أن يلتزم بها منذ مارس 1979، والتي هذا العهد الدولي بعد المصادقة عليه نشر في الجريدة الرسمية كما قلنا سنة 1980، 21 ماي 1980، بمعنى كان عليه أن يلتزم ببنود هذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وبالرجوع إلى الفصل 19 ينص على الحق في حرية التفكير وحرية التعبير، الفصل 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك ينص في المادة 18 على الحق في حرية المعتقد، في حرية الاعتقاد الديني بمعنى تبني الديانة وحرية المعتقد الديني، وينص كذلك على المادة 21 والمواد 22 على حرية التجمع، حرية الانتماء النقابي والانتماء السياسي. سنركز على هذه النقطة على أساس أننا سنأتي إلى نقاط أخرى. فيما يخص حرية التعبير، أن نجد وكذلك الحريات السياسية الأخرى، نجد أن المغرب مباشرة بعد التصديق، رغم تصديقه على هذا الاتفاق أو على هذا العهد الدولي حقوق المدنية والسياسية في 79، نجد أنه مباشرة بعد ذلك منذ 79 إلى غاية الآن ارتكبت انتهاكات خطيرة للحقوق المضمنة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. نعلم جميعا بأن ارتكبت مجازر سنة 1981 في الدار البيضاء، الكل يعرف ذلك. كذلك ارتكبت مآسي في سنة 1984 في مناطق الشمال،
يعني تطوان، الحسيمة، الناظور، القصر الكبير، وكذلك العرائش. ثم كذلك في 1990 ارتكبت مجازر في فاس، يعني لم يتم احترام المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على حرية التعبير وحرية التفكير والتعبير بما فيه التعبير السياسي، وكذلك لم يتم احترام الحق في التجمع والاحتجاز السلمي المنصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة كذلك 21، وحرية الانتماء النقابي كذلك في المادة 22، لم تحترم في من طرف المغرب. بل نجد أكثر من ذلك أن يعني الانتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة ارتكبت بعد المصادقة على هذه العهدين الدوليين، يعني العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع العلم أن الاحتجاجات السلمية التي كانت سنة 1981 كانت لها مطالب اقتصادية اجتماعية بسبب الاحتجاج على غلاء الأسعار، لكن وجهت بالسلاح وبالدبابات وبالقتل المباشر في سنة 1981، لدرجة أن هيئة الإنصاف والمصالحة أحصت 114 قتيلا لحد الآن، يعني 114 قتيل بما فيهم ما أكثر من 30 طفل، طفل تقل أعمارهم عن 15 سنة. تم إخفاء الجريمة، ارتكبت جرائم هي جرائم إبادة حقيقة، جرائم إبادة جماعية، لأن 114 الشخص هذا ما توصلت إليه هيئة الإنصاف والمصالحة، وأكثر من ذلك أنه لم تتوصل إلى هو العدد أكثر من ذلك، على اعتبار أن في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة تحدثت على أن لا تعرف العدد طبعا الوفيات التي تم نقلها إلى مستودع الأموات آنذاك في مستشفى الصوفي بالدار البيضاء أو بني رشد. يعني العدد هناك أعداد أكثر من 114، هيئة الإنصاف والمصالحة لم تستطع معرفة الأعداد الأخرى. وأكثر من ذلك أنه هاد الضحايا 1981 تم تسجيلهم في لائحة يعني في لوائح الأموات باسم مجهول، مجهول ابن مجهول، وهو ما مكن يعني هيئة الإنصاف والمصالحة لم تتمكن من معرفة إلا 25 حالة من بين 114 الحالة اللي استطاعت التوصل إليها، كلها حالات مجهولة، إلا حوالي 25 حالة اللي تسجلت بالاسم. أما جميع الوفيات القتلى طبعا بالرصاص، وقد أكدت هيئة الإنصاف والمصالحة بأنهم قتلوا بالرصاص في الصدر وفي الدماغ، سجلوا بأسماء مجهولة تحت اسم مجهول ابن مجهول، وهادو كانوا خرجوا للشارع للاحتجاج على غلاء المعيشة. يعني طبعا يمكن تشبيههم بهاد حركات ديال لي جيلي جون، هاد حركات لي جيلي جون هم يحتجون على غلاء المعيشة وعلى عدم مواكبة يعني الدخل لمستوى الأسعار، وهذا ما حدث في سنة 1921 1981 عندما دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لإضراب عام احتجاجا على رفع الأسعار المواد الأساسية، طبعا وجهوا بالدبابات والقتل الجماعي. كذلك في 1984 يعني كانت هناك الغلاء في المعيشة وهناك الغلاء في الأسعار، وهي النقطة التي ألهمت الاحتجاجات في مناطق الشمال، فحدثت كذلك يعني وجهوا بالرصاص الحي واستعملت حتى المروحية في الناظور، وكان هناك العشرات من القتلى وردوا في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وإن كانت هيئة الإنصاف والمصالحة لم تصل إلى معرفة العدد الإجمالي للقتلى في الحسيمة وفي الناظور وفي كذلك في بركان وفي القصر الكبير،
وما سجل كذلك في 84 هو أنه لم يتم تسجيل جميع حالات الوفيات، تم إخفاء الحقيقة ولم يفتح أي تحقيق وأي بحث من طرف النيابة العامة، بل كان هناك تضليل حتى من طرف القنوات الرسمية. كذلك إذا ذهبنا لأحداث 1990، يعني كانت هناك عدد الوفيات، القتلى بالرصاص الحي في 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 فاس تجاوز 100 حالة حسب ما ذكرت هيئة الإنسان المصالحة، وإن كان الإعلام الرسمي آنذاك الحكومة تصريح كان تحدث عن 5 حالات. وكذلك بالنسبة لجنة التحقيق التي أوفدها البرلمان تحدثت عن تقريبا يعني 40 أو 45 حالة، يعني كان هناك التوجه العام لإخفاء الحقيقة. كذلك أن الأسماء لم تسجل حتى في فاس، لم تسجل جميع حالات الوفيات. إذن هنا ركزت على 81 و84 و90 على اعتبار أنه كان رغم أن المغرب صادق سنة 1979 على الحق في حرية التعبير المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والحق في حرية التجمع، والحق في حرية الانتماء النقابي والسياسي، إلا أنه لجأ إلى القمع عن طريق الجيش لجميع الحركات الاحتجاجية، وهذا يعتبر خرق سافر لالتزاماته الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وإذا رجعنا بعد ذلك نجد أن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات. نجد أن مثلا هناك اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 21 يونيو 1993، اتفاقيات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية صادق عليها بتاريخ 21 يونيو 1993. ثم هناك اتفاقية دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري صادق عليها 14 ماي 2013. ثم هناك اتفاقيات كذلك، مجموعة من الاتفاقيات الأخرى التي صادق عليها المغرب. سنركز على أن المغرب لم يلتزم بهذه الاتفاقيات. بالنسبة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ستجدون حتى بعد ما سمي بالانتهاكات الجسيمة نجد أن هناك استمرارية لنفس الممارسات، لنفس الانتهاكات، لنفس الخروقات. وهذا يتجلى بشكل جلي أنه رغم مصادقاته على اتفاقيات مناهضة التعذيب وجميع المعاملات والعقوبات القاسية واللا إنسانية والمهينة في 21 يونيو 1993، إلا أنه نجد بأن التعذيب ظل مستمرا بعد فترة الانتهاكات الجسيمة، ظل مستمرا بعد 2000، بحيث أن المعتقل التابع للأجهزة الاستخبارات الداخلية أو جهاز ما يسمى بجهاز الحفاظ على التراب الوطني في تمارا، استمر هناك التعذيب بالأشكال التقليدية، وتعرض مجموعة من الأشخاص للتعذيب خاصة بالنسبة لمعتقلي أحداث الدار البيضاء. أحداث الإرهابية التي وقعت في الدار البيضاء ترتب عنها اعتقالات بالجملة، بحيث تم اعتقال حوالي 3000. هناك العديد منهم تعرضوا للتعذيب في المعتقل السري في تمارا، وهناك أشخاص حتى خرجوا في فيديوهات منشورة على اليوتيوب، كما هو الشخص بالنسبة لذلك الشخص الذي تحدث عن التعذيب بواسطة القارورة وأساليب مهينة تعرض لها معتقلي أحداث الدار البيضاء. وأكثر من ذلك، حتى أن تقرير الوكالة الاستخبارات الأمريكية تحدث عن هناك طبعا تسريبات لوكالة الاستخبارات الأمريكية تحدثت على أن معتقلي الأحداث
الإرهابية ل 11 سبتمبر كانوا، وخاصة مدبر هذه الأحداث بن شيبة، مر من المغرب، وهناك وكالة، مجموعة من وكالة الأنباء وكذلك مجموعة من المنابر الإعلامية الدولية تحدثت عن هذا النقطة وقالت بأنه استجوب وتعرض للاستجواب في معتقل سري في المغرب قبل نقله إلى غوانتانامو. بمعنى التعذيب ظل مستمرا رغم أن المغرب صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وجميع العقوبات والمعاملات القاسية واللا إنسانية والمهينة. وكذلك هناك حالات عديدة تسجل تقريبا بصفة يعني شبه شهرية أو سنوية في مخافر الشرطة، الوفيات داخل مخافر الشرطة نتيجة التعذيب، وكان آخرها طبعا كان من بينها كان كريم لشقر، كريم لشقر ابن مدينة الحسيمة الذي توفي نتيجة التعذيب في مخفر الشرطة بالحسيمة في يوليوز 2017. وكذلك هناك حالات عديدة تعرضوا من بينهم محمد الإبراهيمي في مدينة تطوان، كذلك كان تعرض للتعذيب في مخافر الشرطة ونقل إلى مستشفى سانية درمل أظن في 2012 وتوفي هناك، وابن مدينة ترقيس. وهناك كذلك هنا أشخاص آخرين من ضمنهم عبد الله المدني، هذا كان قد توفي في أواخر أبريل 2008 في مضار بمركز الدرك الملكي بمضار. وكذلك هناك حالات أخرى سجلت وهي موثقة في وسائل الإعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في الإعلام. ويبقى أنه بالرغم أن المغرب صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وجميع المعاملات القاسية واللا إنسانية والتي تجرم وتمنع ولا تبرر، يعني تمنع تبرير التعذيب حتى في حالة الحرب، حتى في حالة الطوارئ، وأنه لا يمكن تبرير للتعذيب تحت طائلة أي ظرف، تبقى طبعا معتقلي الحراك الشعبي بالريف الذين تعرضوا لتعذيب ولمعاملات قاسية ولا إنسانية ومهينة، يعني أكبر مثال ومثال صارخ على استمرارية التعذيب في المغرب وعدم التزامه بالمواثيق الدولية. فكما نعلم جميعا بأن الحراك الشعبي بالريف وكذلك حراك جرادة، رغم أنه كانت لديه مطالب وحقوق يهدف إلى مطالبة بحقوقه المنصوص عليها في المواثيق الدولية، إلا أنه وجه بالقمع والاعتقالات وكذلك حتى القتل. يعني هناك نموذج عماد العتابي، وهناك الاعتقالات، وهناك عدم احترام مبادئ المحاكمة العادلة كذلك المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بحيث أنه لم تحترم حقوق المتهمين أثناء مرحلة البحث التمهيدي، تعرضوا للتعذيب لإرغامهم على التوقيع على محاضر الضابطة القضائية، أرغموا كذلك على طبعا التوقيع على تصريحات لم تصدر عنهم، لم تحترم جميع حقوقهم المنصوص عليها ومبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية، تعرضوا للتعذيب وقد أكدوا على ذلك في محاضر الضابطة القضائية. وهذا يؤكد بشكل جلي أن المواثيق الدولية التي يصادق عليها المغرب تظل حبرا على ورق، والغاية منها هو الاستهلاك الخارجي، هو التلميع الخارجي وليس الالتزام بهذه المواثيق. وخير دليل على ذلك أن ما حدث في منطقة الريف من اعتقال أكثر من 1000 شخص، اعتقال أكثر من 1000 شخص لمجرد هناك أشخاص اعتقلوا وأرغموا على توقيع التزامات بعدم المشاركة في الاحتجاجات السلمية.
هنا ويعدون بالمئات. هناك أشخاص اعتقلوا وحكموا لمجرد تدوينة على الفيسبوك، أو لمجرد التعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مقالات صحفية. وهناك أشخاص اعتقلوا لمجرد أنهم ناقشوا الخطاب الملكي أو انتقدوا الملك. وهناك حالات عديدة، هناك ملكسكيطة، هناك مجموعة من الحالات متواجدة في السجن الآن، حكمت بمقتضى القانون الجنائي لمجرد أنها عبرت عن رأيها وفق ما ينص عليه المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو أنهم انتقدوا، وجهوا انتقاداتهم أو خطابهم مباشرة إلى الملك، أو أنهم انتقدوا ما يحدث من قمع للحركات الاحتجاجية في المغرب. ويبقى كذلك هناك هذا القمع وهذا الانتهاك لحرية التعبير لم يشمل فقط المواطنين العاديين، وإنما امتد إلى الصحافة، بحيث يعتبر المهداوي كذلك نموذج صارخ لانتهاك حرية التعبير وحرية الصحافة، وإن كان كذلك توفيق بوعشرين وإن كان بشكل أو بآخر، لأننا نعلم جميعا بأن قضية بوعشرين تم تضخيمها وفبركتها وتوجيهها بالشكل يجعل من يصور وكأن توفيق بوعشرين مجرم خطير، يعني وحاولوا انتقام منه ومن كتاباته ومن آرائه الصحفية بأسلوب وفق مخطط بشع. كذلك ما حدث في وجدة، يعني هناك انتقام وكذلك قمع للحركات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشروعة. هناك أحكام قاسية صدرت في حق مجموعة من المعتقلين تراوحت بين سنة وسنتين وخمس سنوات وست سنوات في وجدة، وبالنسبة لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف تجاوزت العشرين سنة. هناك نبيل حمجيق، هناك ناصر الزبزافي، هناك أشخاص آخرين أدينوا بعشرين سنة لمجرد أنهم نظموا احتجاجات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، فتمت متابعتهم بتهم جنائية خطيرة من قبيل إضرام النار أو من قبيل التآمر لتهديد الوحدة الترابية، وأدينوا بأحكام قاسية وصلت إلى حد 20 سنة. هذه أمثلة فقط نؤكد من خلالها بأن المغرب لا يلتزم بالاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها، بما فيها طبعا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وجميع المعاملات القاسية واللا إنسانية والمهينة، وكذلك لا يلتزم حتى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادق عليها، ومن بينها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صادق عليها المغرب في سنة 1979. ونرى كذلك أن المغرب كذلك يمتنع لحد الآن عن المصادقة عن مجموعة من الاتفاقيات الدولية، نذكر من بينها أنه لم يصادق عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. ما زالت هناك حالات عديدة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بالإعدام، خاصة الجرائم السياسية. الجرائم السياسية يعاقب، هناك مجموعة من الجرائم السياسية يتابع عليها القانون الجنائي ويعاقب عليها بالإعدام. وما زال كذلك تصدر بعض الأحكام بالإعدام في قضايا الحق العام. ما زالت المحاكم المغربية رغم أنه لم ينفذ منذ طبعا
منذ 1993، إلا أنه وكان الحاج ثابت آخر حالة أعدمت، إلا أنه ما زالت المحاكم المغربية تتابع بعقوبات الإعدام، وما زالت تصدر الأحكام بعقوبات الإعدام حتى في قضايا الحق العام. ولم يصادق على هذه على البروتوكول الاختيار الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. لم يصادق كذلك على البروتوكول الاختيار الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمعنى أنه لا يعترف للأفراد بحق تقديم الشكايات إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد الدولي، بمعنى أنه يتهرب من تحمل مسؤوليته ومن تنفيذ التزاماته الدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحيث لا يحق للأفراد طالما أنه لم يوافق ولم يصادق على البروتوكول الاختياري المتعلق بحق التشكيل الفردي، فإنه لا يعترف للأفراد بحق تقديم الشكايات إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أكثر من ذلك، هناك مناشدات دولية من طرف مجموعة من المنظمات الدولية للمغرب بقصد المصادقة على نظام روما بمثابة القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يرفض لحد الآن المصادقة على نظام روما، ميثاق روما بمثابة القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعاقب المتخصصة في جرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ولأن المصادقة على هذه الاتفاقيات تجعل المسؤولين العسكريين وكذلك حتى القائد الأعلى للقوات المسلحة يعني مسؤولا مباشرا عن الجرائم التي يمكن أن ترتكبها القوات المسلحة، وقد ارتكبت جرائم حقيقة لأنه يعتبر مسؤولا عن الجرائم التي أعتبرها جرائم إبادة جماعية التي حدثت في سنة 1958 و 1959، هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية. كذلك ما حدث في الدار البيضاء 1965 يعتبر جرائم ضد الإنسانية، على اعتبار هناك قتل جماعي للمدنيين وكذلك مجازر جماعية. ما حدث سنة 1981 في الدار البيضاء كذلك مجازر وجرائم ضد الإنسانية. ما حدث في منطقة الريف سنة 1984 يعتبر جرائم ضد الإنسانية، كما حدث سنة 1990 يعتبر جرائم ضد الإنسانية. ولهذا فإن المغرب رغم المناشدات الدولية ورغم الضغوطات الدولية، إلا أنه لحد الآن لم يصادق على نظام روما بمثابة القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لأنه تورط في جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب حدثت خلال انتهاكات الجسيمة، ويخشى لأن هذه الجرائم لا يطالها التقادم ولا تتقادم بمرور الزمن، كما تنص على ذلك اتفاقية دولية يعني اتفاقية ميثاق روما بمثابة القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كذلك ما حدث في 2011 من قمع لحركة 20 فبراير 2011 وما ترتب عنها من أحداث ومن قمع ومن اعتقالات ومن محاكمات، ورغم أنها حركة احتجاجية ذات مطالب مدنية وسياسية واقتصادية ومشروعة، إلا أنها وجهت بالقمع وبالاعتقالات ووقع حتى القتل. بالنسبة تم هناك حدثت حالة قتل في صفرو، أول شهيد لحركة 20 فبراير، وكذلك كان هناك قتل لستة أشخاص في الحسيمة
تم طبعا كما أكدنا من خلال البحث الذي أجريناه في الموضوع بأنه تعرضوا للتعذيب، تم اعتقالهم من الشارع أثناء الاحتجاجات، وتعرضوا للتعذيب داخل مخافر الشرطة، وتم اقتياد جثثهم بعد للتخلص من الجريمة ومن آثار الجريمة، تم اقتيادهم إلى البنك الشعبي بالحسيمة، وتم إحراقهم ليلا حوالي الثالثة ليلا صباح الثالثة صباحا من 21 فبراير 2011. ولم يتم فتح أي تحقيق جدي، ولم يتم إجراء أي تشريح للجثث، ولم يتم فتح أي تحقيق جدي بخصوص مقتل وإحراق شهداء الحسيمة. وكذلك ما يحدث الآن في منطقة الريف، هناك كذلك قتل عماد العتابي الذي قتل في الشارع العام أثناء الاحتجاجات. لحد الآن رغم تقديمنا للشكاية بقيت حبر على ورق، وهذا يؤكد بشكل جلي أن المغرب رغم أنه يصادق على الاتفاقيات الدولية، رغم توقيعه على الاتفاقيات الدولية، إلا أنه يبقى ذلك حبرا على ورق ولا يلتزم. وأكثر من ذلك، حتى أنه المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها المغرب، والتي تنص على حق الشعب في تقرير المصير السياسي، لا تحترم، وإنما هناك مراوغات. فالتقارير التي يبعثها المغرب إلى المنظمات الدولية بما فيها المجلس لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو بما فيها التقرير الدولي الشامل، يحاول إخفاء الحقيقة ويحاول إظهار بأن المغرب يلتزم بهذه الاتفاقيات، ويحاول بجميع الوسائل إخفاء الحقيقة بما فيها حق الشعب في تقرير المصير السياسي، بمعنى حق الشعب في اختيار طبيعة، في تحديد طبيعة النظام السياسي، وكذلك تقرير المصير الاقتصادي. وهو يفسر في تقارير التي يبعثها إلى جنيف، إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، خاصة في إطار ما يسمى بالتقرير الدولي الشامل، يفسر على أنه يحترم حق الشعب في تقرير المصير من خلال الانتخابات، ومن خلال البرلمان، ومن خلال نظام البيع. يعني هذا النوع من التشويه للحقيقة، لأن عندما نقول بأن هناك مثلا حفل الولاء، هل يعتبر أنه يعتبر بمثابة احترام لحق الشعب في تقرير المصير؟ من يشارك في هذا الحفل الولاء وما يسمى بالبيعة؟ يشارك فيها أعوان السلطة، يشارك فيها العمال والولاة والقياد والشيوخ بما فيهم يعني التابعين للنظام السياسي وليس الشعب. وأكثر من ذلك، أن حتى الانتخابات، حتى البرلمان ينتخب. نحن نعلم بأن جميعا طيلة نصف قرن ظلت تزور إرادة الشعب، بحيث أن الانتخابات كانت مزورة طيلة نصف قرن، بحيث هناك حالات عديدة يتم إفراغ صناديق الاقتراع وملؤها بأوراق وبأوراق أخرى لا علاقة لها بالآخر. وكذلك هناك تزوير إرادة الشعب، هناك استعمال المال الحرام، هناك الرشوة التي تستعمل في الانتخابات منذ نصف قرن، وما زالت لحد الآن، لتعطي في محصلة نهائية برلمان لا يمثل الشعب ولا يستطيع حتى مناقشة الخطاب الملكي. وبالتالي لا يمكن القول بأن النظام السياسي المغربي يحترم حق الشعب في تقرير مصيره السياسي المنصوص عليها في المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، رغم المراوغات التي يقدمها. فهذه المؤسسات التي يعتبرها مؤسسات منتخبة هي لا تمثل الشعب، وكذلك لديها تلعب في الإطار السياسي الذي وضعه النظام السياسي، ولا يمكن أن تتجاوز الخطوط الحمراء، ولا تمتلك حتى صلاحية انتقاد المؤسسة الملكية. أكثر من ذلك، أنه الانتخابات التي تجري الآن،
الشعب 20 مليون، يعني حوالي أكثر من 25، حوالي 75، يعني حوالي 80% من الشعب لا يشارك في هذه الانتخابات السياسية التي في مجملها تستعمل فيها المال الحرام، وتستعمل فيه الأساليب الاحتيال إلى غير ذلك. ولهذا نقول بأن أهم حق وأهم التزام دولي صادق عليه المغرب وهو حق الشعب في تقرير طبيعة النظام، في تقرير مصيره السياسي، لا يلتزم به المغرب، بل أكثر من ذلك أنه من ينتقد الخطاب الملكي يتم إلقاء القبض عليه، وحتى الأحزاب السياسية لا يحق لها مناقشة أو انتقاد الخطاب الملكي. إذن هنا الحق تقرير، حق الشعب في تقرير مصيره السياسي وتحديد طبيعة النظام السياسي وكذلك طبيعة نظامه الاقتصادي لا يتم احترامه. إذن خلاصة القول أنه بالرغم من المصادقة، بالرغم من مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، إلا أنه لا يلتزم بها على المستوى الداخلي. فأكثر من ذلك أنه ما يحول دون التزام وما يساعد على عدم الالتزام بهذه المواثيق الدولية وتنفيذها على المستوى، على المستوى الواقع، هو غياب الوعي، غياب الوعي الحقوقي لدى الشعب، سياسة التجهيل التي تنتهج تجاه الشعب، غياب الإطارات الجمعوية والسياسية الحقيقية التي تمثل الشعب، غياب الوعي الحقوقي. مثلا حتى لنفرض أن المغرب صادق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يعطي الحق للأفراد لتقديم الشكايات، الأفراد الذين يتعرضون لانتهاك حق من الحقوق، حق من حقوقهم المنصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بتقديم شكاية إلى لجنة الحقوق المدنية والسياسية، إلا أنهم لا يعرفون، طبعا جاهلين بهذا المسطر، بهذا المسطرة، ونظرا للنسبة المرتفعة للأمية، بالإضافة إلى الأمية القانونية أو الأمية الحقوقية أو الجهل القانوني والجهل الحقوقي لدى الفئة، الطبقة المثقفة، وكذلك انتشار العقلية التقليدية وهي عقلية الخوف، وعقلية الخوف من النظام السياسي الحاكم، والخوف من الانتقام في حالة تقديم شكايات أو تفعيل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. وكما قلنا كذلك أنه حتى على المستوى الدولي، يعني هناك القلة القليلة من الجمعيات التي تقوم بإعداد تقارير، ما يسمى بالتقارير الموازية، التي تقدم إلى الهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. هناك جمعيات قليلة جدا، إلا أنها طبعا هذه الجمعيات النشطة والتي تعبر عن حقيقة انتهاكات التي تحصل في مجال حقوق الإنسان على المستوى المغرب، تتعرض للمضايقات. ونذكر هنا الجمعية المغربية، هي تتعرض لمضايقات كبيرة في القيام بعملها، بحيث يتم محاصرتها ويتم منعها من الحصول على، حرمانها من الرخص، من رخص استغلال القاعات. وهناك فروع تابعة للجمعية يتم منعها من وصل الإيداع النهائي. يعني هناك مضايقات عديدة تمارس على بعض الجمعيات القليلة جدا التي تتصف بالجدية وبالمصداقية في الدفاع عن حقوق الإنسان. كذلك أنه مبدأ الانتصاف، مبدأ الانتصاف المنصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، المغرب لا يلتزم به، وكانت هيئة الإنصاف المصالحة هي مجرد وسيلة،
بالرغم من التطبيل وبالرغم من مما قيل عن هيئة الإنصاف والمصالحة، إلا أنها تظل في المحصلة النهائية مجرد محاولة للالتفاف على الـ الـ على يعني محاولة لحرمان الضحايا من مبدأ الانتصاف المنصوص عليه في المواثيق الدولية. بمعنى، ما معنى الانتصاف؟ هو حق الضحية في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه ومحاكمة الجنات المسؤولين عن انتهاكات الجسيمة. وبالتالي هيئة الإنصاف والمصالحة كان دورها هو هذا، هو حماية الجلاد وليس إنصاف الضحية. الضحية لم ينصف ولم يتم حماية والدفاع عن حقه في حق الانتصاف عن طريق معرفة الجلاد وحقه في تقديم ومحاكمة وتقديم الجلاد إلى العدالة. وبالتالي فإن دور هيئة الإنصاف والمصالحة قامت بدور حماية الجلاد. طبعا جلادين كانوا كثر، وأكبر جلاد هو المسؤول السياسي الأول، رئيس النظام السياسي المغربي، طبعا الملك الراحل كان هو المسؤول، هو المسؤول الأول عن انتهاكات الجسيمة. وبالتالي هيئة الإنصاف والمصالحة كان لها نفس الدور، هو حماية الجلاد الأكبر المسؤول الأول هو الملك الراحل، طبعا لأنه هو باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو الذي أعطى في سواء في الستينات أو في السبعينات أو في الثمانينات أو حتى في التسعينات، طيلة فترة انتهاكات الجسيمة، هو الذي أعطى الأمر باستخدام القوات الجيش لقمع الاحتجاجات السلمية التي لديها مطالب اجتماعية واقتصادية وكذلك الثقافية. أنه لحد الآن أن طبعا هناك حالة اختفاء، هناك عدم تعاون حتى للأجهزة الأمنية، لا تريد الكشف عن حقيقة ما حدث، هناك مجموعة من حالات الاختفاء، هناك حتى هيئة الإنصاف والمصالحة على علتها لم تتوصل إلى معرفة الحقيقة، بحيث هناك حالات عديدة جدا تجاوزت 120 حسمت بكونها يعني متوفاة، لكن هي مجهولة المصير لحد الآن، أرجعت ذلك إلى عدم تعاون الأجهزة الأمنية. وهنا نقول بأن العقلية التقليدية ما زالت مستمرة، والانتهاكات لحقوق الإنسان ما زالت مستمرة، وكذلك هناك مجموعة من العوامل التي تساعد على ذلك. يعني حتى ضعف المجتمع المدني، ما يسمى بالمجتمع المدني، يساعد على عدم الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتكرار الانتهاكات. وكذلك غياب الوعي، كما قلنا، الوعي الحقوقي وكذلك الوعي السياسي. لهذا نرى بأن هناك ضرورة أن تتحمل المسؤولية، يعني ضرورة خلق إطارات حقوقية جادة ستعمل يعني على حماية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب، سواء أفرادا أو جماعات، وكذلك التصدي لهذه المغالطات التي تروج في المحافل الحقوقية الدولية، خاصة المنظمات والهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة، بحيث أننا نجد مجموعة من التقارير المضللة التي يبعثها المغرب في شكل التقرير الدولي الشامل وفي التقارير الأخرى، التي يحاول جاهدا بجميع الوسائل إلى إخفاء الحقيقة. ونحن نقول بأنه بالرغم، طبعا المغرب لم يصادق على جميع الاتفاقيات الدولية، رغم مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي لها أهمية قصوى، سواء في متعلقة ب يعني كآليات ملزمة للالتزام والوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، أو الاتفاقيات التي لها أهمية كما قلنا بالنسبة نظام روما بمثابة القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
بالإضافة إلى هذا أنه لم يتم المصادقة على هذه الاتفاقيات، فإن الاتفاقيات التي صادق عليها تبقى دون التزام ولا يلتزم بها على المستوى الواقع، وتبقى فقط هناك محاولات للالتفاف ومحاولات لإخفاء الحقيقة ولإظهار عكس الحقيقة. الحقيقة هو هناك عدم الالتزام بهذه الاتفاقيات الدولية وعدم الالتزام بهذه الحقوق، وهناك انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان تتجلى حاليا في المحاكمات التي تجري في الدار البيضاء وفي الحسيمة وفي وجدة وفي مناطق أخرى. يعني يحاكمون أشخاص لمجرد أنهم أدلوا بآرائهم أو عبروا عن آرائهم أو خرجوا للاحتجاج بشكل سلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة. إذن هذا بشكل مختصر يعني قراءة لوضعية حقوق الإنسان في المغرب على المستوى كذلك على المستوى القانوني وعلى المستوى الواقعي. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه حتى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يتم الالتزام بها، فنجد أن وضع صحي متردي، كذلك الوضع قطاع التعليم يحتل المراتب متدنية على المستوى العالمي، يحتل المراتب المتدنية في التنمية البشرية تقريبا يعني 123 على المستوى العالمي، رغم أن البلاد هي بلاد خيرات وثروات، وهناك ثروات هائلة الأولى عالميا في إنتاج وتصدير الفوسفات كما تعلمون، يعني المداخيل تصل أكثر من 5 ملايير سنويا، 5 ملايير أورو سنويا. هناك ثروة سمكية هائلة، هناك ثروة الفلاحية، هناك ثروات هائلة، إلا أن الشعب فئات عريضة من الشعب تعيش الفقر، تعيش الهشاشة، تعاني مع قطاع الصحة وقطاع التعليم. وهذا يؤكد بأن وقطاع السكن وكذلك الشغل، إذن هذا يؤكد بأن المغرب لا يلتزم حتى بالنسبة لهذه الحقوق، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هناك كذلك هناك نوع من التمييز العنصري خاصة تجاه الأمازيغ، تجاه المناطق الأمازيغية، بحيث نجد أن خاصة منطقة الريف هناك سياسة عنصرية ممنهجة منذ سنة 1956 وما زال لحد الآن، وما زال الخطاب نفس الخطاب العنصري يوجه تجاه منطقة الريف، الذين غالبا يعني يهانون بالأوباش وأولاد إسبانيول وأولاد العاهرات. وقد سمعنا الكثير الكثير من هذه الأمثلة، بالإضافة إلى هناك تهميش للمناطق الأمازيغية في الجنوب في منطقة الراشدية وفي منطقة تنغير، حيث هناك الفقر المدقع والهشاشة، رغم أن البلاد فيها الخيرات وهناك ثروات هائلة. إذن خلاصة القول أن المغرب لا يلتزم بتعهداته الدولية، والغاية من هذه المصادقة من المصادقة على الاتفاقية الدولية ليس الالتزام الداخلي، وإنما فقط مجرد تلميع الوجه الخارجي، وفي حين أن الواقع غير ذلك، عكس مثلا الدول الديمقراطية التي عندما تصادق فإنها تلتزم وتعتبر تلك الاتفاقيات الدولية بمثابة قوانين يجب الالتزام بها. ونجد أنه حتى أن التعديلات التي حدثت على مستوى الدستور 2011، بالرغم من التعديلات التي حدثت، إلا أنها تظل في مجملها مجرد حبر على ورق، رغم أن الدستور ينص على أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمستوفية لجميع شروط التصديق والمصادقة ترجح على القانون الداخلي في حال التعارض، إلا أنه نجد أن المغرب لا يلتزم بها. وكذلك حتى ما مبدأ المحاكمة العادلة واستقلالية السلطة القضائية، هذه الأحكام الصادرة على نشطاء الحراك الشعبي بالريف وعلى كذلك نشطاء جرادة وكذلك على بعض الأصوات والأقلام الحرة، تؤكد بشكل جلي عدم احترام عدم استقلالية السلطة القضائية، وأن القضاء
أصبح رغم التنصيص على ذلك في الدستور إلى أنه على مستوى الواقع ما زال القضاء والسلطة أو ما يسمى بالسلطة القضائية، وإن كانت هي ليست سلطة وإنما جهاز من أجهزة النظام السياسي يستعملها لقمع الشعب وقمع الأصوات والأقلام الحرة. يعني ما زال القضاء على المستوى الواقع عكس ما هو منصوص عليه في الدستور يقوم بنفس الدور الذي كان يقوم به خلال الانتهاكات الجسيمة، ويساهم في القمع من خلال المحاكمات الغير العادلة والأحكام القاسية. إذا هنا نكتفي بهذا القدر وهذا التوضيح. هذا طبعا هي قراءة مقتضبة وبشكل مختصر لوضعية حقوق الإنسان، يعني وضعية المغرب لحقوق الإنسان من حيث بين يعني من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية. إذا يبقى المشكل الأساسي هو المشكل الأساسي لعدم الالتزام بالمواثيق الدولية، هو النظام السياسي الذي يعتبر نظام سياسي غير ديمقراطي لا يمثل إرادة الشعب، ونظام استبدادي قمعي يكرس هيمنة العقلية التقليدية ويكرس الإفلات من العقاب، وبالتالي هذا يشجع على استمرارية الانتهاكات وعدم الالتزام بالمواثيق الدولية المصادقة عليها. شكرا لكم جميعا، وتحية نضالية، وأفتح المجال إذا كان هناك تساؤل لمدة 5 أو 10 دقائق. إذا هذه كانت قراءة مقتضبة ومختصرة لواقع حقوق الإنسان في المغرب بين القانوني والواقعي. ما رأيك في الاعتقالات في فرنسا وبروكسل؟ طبعا عندما كما تلاحظون هنا في فرنسا، رغم أنه تم اعتقال أكثر، لا وجه للمقارنة بين الدول الديمقراطية التي تحترم إرادة الشعب وبين الدول الأنظمة الاستبدادية الدكتاتورية التي لا تمثل الشعب وبعيدة كل البعد عن الشعب. فرنسا طبعا كما تلاحظون هناك حركة احتجاجية في عمقها هي سلمية للدفاع عن المكتسبات، عن ما يسمى بالجيليجون، هي هدفها حركة احتجاجية شعبية للدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية التي راكمها الشعب الفرنسي وكذلك الشعوب الأوروبية. الاعتقالات تعدت 2000 حالة اعتقال، لكن في معظمها يتم اعتقال من يدعو إلى استعمال العنف والتخريب أو من تورط في العنف والتخريب. ولكن بما أن هناك قضاء مستقل، فتم الإفراج حوالي على 40% من المعتقلين. حوالي 40% من معتقلي حركة ليجيلي جون، وأغلبهم الذين اعتقلوا ليس من ليجيلي جون، لأن ليجيلي جون حركة سلمية حضارية بدورها تهدف إلى الدفاع عن المكتسبات وحقوقهم المكتسبة التي راكموها عبر نضالات الستينات والخمسينات والسبعينات. ونظرا لكون القضاء مستقل والسلطة القضائية المستقلة، فتم الإفراج على أكثر من 40% من المعتقلين. والقضاء هنا قضاء في فرنسا طبعا قضاء مستقل ونزيه، والمحاكمة ستكون موضوعية، ولن يحاكموا الأشخاص أو لن يتم إدانة إلا الأشخاص الذين يثبت بالدليل وبالملموس أنهم تورطوا في أعمال إما السرقة أو التخريب أو كذا، وهناك أشرطة توثق ذلك. أما ما دون ذلك فلن يحاكم أحد على خروجه للشارع أو على احتجاجه في إطار حركة جيل جون، بل يعترفون بالحركة
وهناك يعني هنا يجب التفريق بين الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة الديمقراطية، لأن هنا الرئيس منتخب والحكومة كذلك منتخبة ورئيس الحكومة منتخب، يعني الكل هي السلطة بيد الشعب. ولهذا نجد وهذا ما يفسر بأن الرئيس الفرنسي تحرك منذ اللحظة الأولى، منذ اللحظة الأولى تحرك يعني في الأسبوع الماضي عقد اجتماعات مكثفة مع رئيس الحكومة، مع الحكومة الفرنسية، مع الفرق البرلمانية الأوروبية، ومع الأحزاب السياسية، وحتى مع الممثلي حركة جيليجون، وقدم تنازلات، واليوم وقع تراجع حتى على تلك الضرائب التي فرضت على ما يسمى بقطاع المحروقة، على المحروقات تم التراجع عنها، وهناك مجموعة من التنازلات إرضاء للشعب. في حين أنه وحتى رغم تلك الأعمال التي حدثت، الأعمال التخريب، الأعمال طبعا هي مخالفة للقانون، هي أعمال مجرمة حتى بمقتضى القانون، لكن نجد أن أول من حكم طالبت النيابة العامة بستة أشهر. يعني لاحظنا هناك تخريب كبير في حدث في 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 باريس، يعني أعمال إجرامية. رغم ذلك نجد أن النيابة العامة طالبت ب6 أشهر. نحن هنا في مثلا في الريف خرجوا من أجل مطالب اقتصادية واجتماعية ثقافية بشكل سلمي وحضاري، وكانوا يقومون حتى بحماية مخافر الشرطة وكذلك الممتلكات العامة، وقد لاحظنا لاحظ الجميع ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك صفحات الفيسبوك، إلا أنه تعرضوا للتعذيب وتمت متابعتهم بأقصى العقوبات الموجودة في القانون الجنائي، وهو الفصل 201 الفقرة الأولى، بمعنى الإعدام. توبعوا، هناك مجموعة من المعتقلين توبعوا بالإعدام بفصل 201، أدينوا بعد ذلك ب20 سنة فقط لأنه خرج للشارع. يعني لاحظوا الفرق بين الدول الديمقراطية التي تحترم إرادة الشعب وتحترم حقوق الشعب، وبين الأنظمة الاستبدادية الدكتاتورية التي تقوم على قمع الشعب لمجرد أنه طلب بحقوق. لو حدث ما حدث في باريس، لو حدث في المغرب، لتكررت مجازر 84 وتكررت مجازر 81 ومجازر 65 في الدار البيضاء. هذه هي الحقيقة، في حين أن هنا فقط تم اعتقال الذين يقومون بالتخريب، الذين يقومون بالسرقة، وحتى الذين لم تثبت عنهم هذه الجرائم يتم إخلاء سبيلهم وإطلاق سراحهم من طرف القضاء. هذا هو الفرق بين الدول الديمقراطية والدول الاستبدادية التي لا تحترم إرادة الشعب، لدرجة أن في منطقة الريف لم نسمع حتى الأحزاب السياسية لم تتحرك، حتى المنتخبين لم يتحركوا، حتى الوزراء كانوا عاجزين عن الإدلاء حتى بتصريح. يعني الوزير الأول يعني أصبح صم بكم عمي طيلة هذه المدة، مدة الاعتقالات، مدة المحاكمات التي حدثت في منطقة الريف وفي جرادة، لم يتجرأ رئيس الحكومة على النطق، على تقديم تصور معين لمعالجة هذه الوضعية. كذلك وحتى أن الملك رئيس الدولة شخصيا قال بأنه وصف البعض من ينتقد المقاربة القمعية، أثنى على دور الأجهزة الأمنية في قمع الاحتجاجات السلمية، وأثنى على الضابطة القضائية في القمع وفي التعذيب، وكذلك أنه أكثر من ذلك أنه وصف من ينتقد ما يجري في منطقة الريف بأنهم عدميين. يعني هذا هو الفرق بين الدول الديمقراطية التي تحترم إرادة الشعب، وبين الدول الدكتاتورية، الأنظمة الدكتاتورية القمعية الدموية. فالشعب الفرنسي يعرف قيمة الحرية، ويعرف قيمة الحقوق التي انتزعها، ولهذا يضطر إلى الاحتجاج طبعا بشكل سلمي، وإن كان هذه الاحتجاجات يخترقها بعض إما المتطرفين أو بعض
يعني لاحظتم فمن يقوم بالسرقة أثناء المسيرات الاحتجاجية هذا فعل إجرامي حقيقة، لا يمكن أن نقول بأنه شكل احتجاجي، وإنما وجميع الاحتجاجات طبعا، الاحتجاجات يعني لي جيلي جون حركة سلمية حضارية راقية تلجأ إلى أساليبها وأسلوبها الخاص في الاحتجاج دفاعا عن مكتسباتها وحقوقها، لأن لو كان الشعب الفرنسي ماشي بهذا الشكل هذا راه طبعا لو كنا حتى حنا لو كان حتى هما وصلوا تلما بحال المغرب ولا كفس من المغرب، ولكن هادو راه هادو صناع الثورة، هادو راه هما اللي داروا الثورة الفرنسية، وكانوا عندهم حتى هما كان عندهم كيعيشوا نفس الوضع اللي كنعيشوه حنا حاليا، كانوا يعيشوه كيعيشوه هما قبل 1789 يعني قبل الثورة الفرنسية كان كيعيشوا نفس الوضعية، لكن طبعا قدموا التضحيات وصنعوا الثورة وأطاحوا بالنظام الملكي، وكذلك واصلوا النضال وحققوا مجموعة من المكاسب الاجتماعية الآن يناضلون من أجل الحفاظ عليها، والآن بأمان الحكومة ستستجيب. لا يمكن هنا للرئيس الفرنسي أن يلجأ إلى استعمال القوى المفرطة، لأن طبعا ستتكرر آنذاك الثورة الفرنسية من جديد. يعني هذا الشعب يعرف كيف يحافظ على حقوقه وعلى ديمقراطيته وعلى حقوقه المكتسبة. إذا كان هناك سؤال أخير، إذا كان هناك طبعا السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة طبعا، لأن يقول الشاعر: ومن أراد لا ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفار، لأن حتى الأجداد ديالنا باش جراو على المستعمر راه باتوا برا وقوموا وقدموا التضحيات وقدموا، ماشي الإنسان خصو غيبقى مكمش في المالطة ولا يبقى سخيخا ويقول لك أنا غادي نحقق الحقوق. باش غتحقق الحقوق؟ راه الحقوق خصها التضحيات، خصها النضال والصمود والاستمرارية. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، راه ما تناش النظام السياسي ولا المنظومة القمعية الاستبدادية تجي تقول لك وهادو مساكن هاد الدراري واش خصهم الحقوق، هاك عطيو لهم شوية الحقوق. الحقوق تنتزع نزعا بالصمود والاستمرارية وتقديم التضحيات، كما تفعل الشعوب الديمقراطية التي تسعى إلى حماية ديمقراطيها وحقوقها المكتسبة. إذا كان هناك سؤال، هناك 5 دقائق فقط وأضطر للمغادرة، إذا كان هناك سؤال مرحبا. أنا واصل لتابك لدى السلطات الفرنسية. طبعا هذا هو موضوع شخصي طبعا يتعلق بطلب اللجوء والمساطر المسطرة على وشك الانتهاء، وطبعا ملف مستوفي لجميع الشروط وعلى وشك الانتهاء، مسطرة اللجوء على وشك الانتهاء. وطبعا سأخبركم عند انتهاء من مسطرة اللجوء السياسي، سأخبركم بجميع التفاصيل. وإن كان هناك لحد الآن كما تؤكد مجموعة من الأرقام بأن عدد الذين تقدموا بطلب اللجوء السياسي في إسبانيا تجاوز حوالي 900 طلب، 900 طلب سجل في إسبانيا من طرف أفراد خاصة معظمهم وجلهم من منطقة الريف، جلهم يعني بلغ عدد الذين طلبوا اللجوء في إسبانيا حوالي 900 حوالي. وإن كان هنا طبعا، لأن عندما نتحدث عن اللجوء هناك اللجوء الإنساني واللجوء السياسي. اللجوء الإنساني لا يمكن أن يعطى إلا في حالة الدول التي تعاني عدم الاستقرار الداخلي،
بالنسبة للدول الأوروبية لحد الآن تعتبر المغرب بأنه منطقة مستقرة، ولكن منطقة مستقرة، وبالتالي اللجوء الإنساني لا يمكن منح اللجوء، لا يمنح اللجوء الإنساني. اللجوء السياسي، نعم، اللجوء السياسي غير مرتبط بكون البلاد تعرف عدم حالة الاستقرار، وقد تكون مثلا دولة مستقرة، لكن يمكن أن يكون الشخص مضطهدا بسبب رأيه السياسي، أو بسبب دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان، أو بسبب مواقفه السياسية. في هذه الحالة يجب أن يثبت بالحجج وبالدلائل بأنه مضطهد لدوره، إما في الدفاع عن حقوق الإنسان، أو بسبب مواقفه مثلا، أو بسبب دوره الإعلامي في فضح مثلا بعض الانتهاكات وبعض الممارسات النظام السياسي على المستوى الواقع، أو بسبب بعض الكتابات أو المواقف السياسية. في هذه الحالة إذا استطاع الشخص أن يثبت بأنه فعلا هو يتعرض للاضطهاد، وأنه في حالة إذا رجع إلى بلاده سيعتقل أو سيتم التضييق عليه بسبب مواقفه وآرائه السياسية، فإنه سيحصل على اللجوء السياسي. طبعا مسطرة اللجوء السياسي، وإن كانت يعني ليس موضوعنا اليوم، ولكن للإفادة أن بشكل مختصر أنه يتم تقديم طلب اللجوء السياسي بمجرد مثلا الدخول الدولة التي يريد أن يقدم فيها اللجوء السياسي. يقدم الطلب إما العمالة، يعني لا بروفيكتور، أو يقدم إلى الشرطة البلد التي ينوي الشخص تقديم فيها طلب اللجوء السياسي. بعد ذلك يعطى له ملف يتضمن، يجب ملؤه. هذا الملف يتضمن مجموعة من المعطيات: الاسم الشخصي، الاسم العائلي، تاريخ الازدياد، مكان الازدياد، الجنسية كذلك. ولكن أهم ما يتضمن هذا الملف هو أسباب اللجوء، أسباب التي تدفع الإنسان إلى تقديم اللجوء، ويجب أن يكون طبعا خصص له، في معظم الحالات يخصص له صفحتان أو 3 صفحات، ويجب ذكر بتفصيل يعني الوقائع والمعطيات المتعلقة بطلب اللجوء، يعني ماذا حدث بالضبط، وما هي المضايقات التي تتعرض لها، ونوعية المضايقات والاستفزازات، إن كانت هناك ملفات أو مبحوث عنك، أو أنك تعرض قدمت لك شكاية من طرف جهة معينة، أو مثلا الأعمال التي تقوم بها والتي تستدعي طلب اللجوء، كأن تكون مثلا شاركت في مثلا في احتجاجات، أو أنه تم استدعاؤك من طرف الشرطة، أو جميع، مع ذكر الأدلة، إما مقالات صحفية، أو حتى صور، أو حتى مثلا تقارير حقوقية، حتى إذا كانت هناك شهادة شي جمعية مثلا تؤكد بأن فعلا نعرف هذا الشخص بأنه مضطهد، وبأنه كان يقوم مثلا مضطهد، وأنه معرض للاعتقال، يجب أن تحصل على هذه الكتابة. مثلا يمكن أن تساعدك الجمعيات الحقوقية عن طريق مثلا تقارير أو شهادات ستفيد في الموضوع. يتم كتابة كل هذا الشيء، وكذلك إحضار، يعني غتجيب الوثائق، جميع الوثائق، الجرائد، المقالات، الصور، حتى إن كانت باللغة العربية يمكن أن تستعين مثلا بترجمة، وإن كانت واخا ماشي الترجمة الحرفية، حتى مهم أن يفهم المعنى، حتى إن كانت مثلا جريدة أو مقال أو باللغة العربية تكتب في ظهره باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية أو باللغة الإسبانية على حسب البلد الذي تقدم فيه اللجوء. طبعا هناك اللاجئ يعطى له السكن بالمجان، وغالبا إذا كان شخص فرد يعطى له المأوى في مكان، يعني في مركز اللاجئين، أو هناك بعض الدول إما تكتري لك الفندق كما هنا بالنسبة لفرنسا، أو تمنح لك شقة في حالة إذا كانوا أعداد يعني الأسر. كذلك هناك مساعدات تعطى لأشخاص الذين يقدمون الطلب. إذن هنا بالنسبة باختصار، يعني باختصار حتى نعطي
معطيات، وإن كان سنخصص موضوع مفصل لهذه المسألة. تحياتي لهذا، شكرا لكم، وتحية. ما رأيك في المناضل بشير العروي؟ وأنا كان اللي كنعتبر مناضل، راه مناضل من الأول، يعني كيكون من الأول، ماشي بين عشية وضحاها. البارح كنت ضد الفتنة، واليوم غتصبح مع الفتنة، ما يمكنش. هذا اللي هو مع الفتنة، راه فتان، راه فتان من الأول، بمعنى في المنظور ديال المخزن كيعتبروه فتان. ولكن اللي كان ضد الفتنة في 2011 وغيصبح مع الفتنة في 2018، هذا شوية فيه نظر. على الأقل التزم الصمت في 2011، ودابا يكون مع الفتنة. يمكن الفتنة بين قوسين، يعني بالمفهوم. ما هي آخر مستجدات محكمة الاستئناف فيما يخص إخواننا المختطفين؟ طبعا هناك جلسة مجالات مستمرة، وهناك جلسة يوم 17/12. الاستئناف هناك، يعني عندما نقول استئناف ينشر القضية من جديد، على اعتبار أن الاستئناف هو محاكمة من جديد، يتم مناقشة القضية من جديد، ويتم استفسار المتهمين من جديد، واستدعاء الشهود، واستدعاء، يعني كل ما جرى في المحكمة الابتدائية يجري في المحكمة الاستئناف. إلا أنه تبين بأن المحاكمة الآن تسير وفق ما خطط، يعني تكرار لما حدث خلال المرحلة الابتدائية. نجد أنه خير دليل على ذلك أنه تم ضم ملف المهداوي إلى ملف باقي المعتقلين. ملف المهداوي تم ضمه إلى ملف باقي معتقلي الحراك، رغم أنه فصل في المرحلة الابتدائية، وصدر فيه حكم مستقل، وصدر حكمان، حكم في ملف المهداوي، حكم في مجموعة ناصر الزفزافي معتقلي الحراك الشعبي بالريف. النيابة العامة لم تطعن في هذا القرار ديال الفصل، وكذلك لم يطعن أي أحد في قرار هذا الفصل، لكن المحكمة لجأت إلى ضمه من تلقاء نفسها خلال المرحلة الابتدائية، خلال مرحلة الاستئناف. وهذا يدل بأن نفس السيناريو المحاكمة الذي حدث خلال المرحلة الابتدائية سيتكرر خلال مرحلة الاستئناف. يعني دخل المهداوي باش نبينوا بأن القضية فيها الدبابات، وفيها استيراد الأسلحة، وهناك كذا، وتضخيم الملف، على اعتبار أن وخا الملف ديال المهداوي فصلوه على الملف ديال باقي المعتقلين الحراك، يعني مجموعة ناصر الزفزافي، إلا أن ملف المهداوي فيه جميع الوقائع اللي كاينه في الملف ديال ناصر الزفزافي، ديال مجموعة الزفزافي، جات في الحكم. يعني الحكم ديال المهداوي فيه أكثر من 2000 صفحة، حوالي 2400 صفحة، يعني فيه جميع المعطيات المتعلقة بملف ناصر الزفزافي. يعني وخفصله من الناحية الواقعية، لكن من في الحقيقة لم يفصل، في الحقيقة لم يفصل، لأن نفس الواقع اللي كاينه في الملف ديال المهداوي، نفس المعطيات، نفس المحاضر، نفس التصريحات اللي كاينه ديال المعتقلين كاملين كاينه في الملف ديال المهداوي، والعكس صحيح. إذا يبدو أن نفس السيناريو الذي جرى في المرحلة الابتدائية يتكرر، وهذا مؤشر بأنه غالبا الأحكام ستكون بالتأييد، إلا في حالة واحدة، أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية والاستفادة طبعا من التجربة ديال فرنسا، لأن فرنسا عندها لديها قضاء مستقل حقيقة، كما قلنا لكم تشبروا 2000 البارح، اليوم طلقوا 500 500، يعني 500، في حين ان احنا تما في المغرب اللي تشد في الريف ولا في الجراد اللي تشد ما تلقوا حتى شي واحد، حتى واحد ما زهق، حتى واحد ما دى البراء، نادرا تلقى واحد في الالف اذا حصل على البراء. وهذا يؤكد بان القضاء ديالهم، القضاء ديال هنا ديال اوروبا، ماشي هو القضاء ديال المغرب. المغرب باقي القاضي كيخاف، باقي داك القاضي كيقول اللهم تبكي يماه ولا تبكي يماه، لأن يعني كيعرفوا القضاة اللي كانوا هناك، مجموعة ضد القضاة اللي كانوا نزهاء وبغاو يطبقوا القانون المصير، أنه بكات يماه. إذا هذا كتلقى القاضي كيطبق مبدأ كيقول اللهم تبكي يماه ولا تبكي يماه، غنمشي نحكم، يمشي يصيفطوني للصحراء ولا الزاكور. إذا ما كاينش قضاء،
قضاء ما كانش، وهذه محاكمة مجرد، أنا قلتها مجرد مسرحية تتكرر، هي تكرار المحاكمات اللي وقعت في التسعينات. هناك أنا ما كنهضرش في الأشخاص. طبعا هناك بعض، كثر الكلام مؤخرا، يعني أن الإنسان هناك، طبعا أنا أحترم حرية الرأي وحرية التعبير، وأعرف بأن هناك بعض الأصوات التابعة للمخزن تستهدفني، لكن اليقين، وإن كان هذا ماشي الموضوع ديالنا ولكن احنا كنتحاوروا، أنا شخصيا السيرة الذاتية ديالي منذ الازدياد إلى الآن أفتخر بها، وسيرتي الذاتية نقية وصفية وصافية، ومواقفي مبدئية ومرتاح الضمير، وأتحدى أي كان أي كان أي كان بما فيها الأجهزة المخزنية والأجهزة الاستخباراتية أن تثبت أنني يعني ولو يعني أن تثبت أنني يعني هناك شبهة تحوم حولي منذ الطفولة إلى الآن، مبادئي مستقل، مبدئي موضوعي، كنت ضد المنظومة المخزنية منذ البداية، منذ أن كنت طالبا في الثانوية، لدرجة أنني صوتت مرة واحدة في حياتي، وهو صوتت بلا للدستور أظن 1992 ولا 1993، لدرجة أن أحد الجيران احتجت، قالت لي علاش غتعمل لا، قلت لها سكوت، أنت أنا شغلك هذا شغلي، عملت لا. وجاء بعد ذلك بحث من طرف السلطات المحلية أن هنا واحد الشخص في هذا الحي صوت بلا 1993 في عهد الحسن الثاني في أوج الانتهاكات الجسيمة، صوت بلا للدستور 2000 1993 ولا 1900، المهم بداية ديال التسعينات، باش نوجه الكلام للبعض الذين يتهمونني ببلا. وأكثر من ذلك أنه أعلنت مباشرة وفي ندوة، في ترقيز الندوة في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي منحت لي المقر، وبحضور أكثر من 300 شخص، دعوت إلى مقاطعة الدستور 2011، وأكدت بأنه يؤكد هيمنة المؤسسة الملكية، يؤكد هيمنة المؤسسة الملكية ولم يأتي بجديد، وطالبت بمقاطعة الدستور، وأنه من سيصوت بلا. أما ما يقال حول لجنة تحرير سبتهم اليوم، مبدئيا أنا مواقفي المبدئية ضد سبتهم ليليا أعتبر، والجزر الجعفرية وأعتبرها مدن محتلة، هذا موقف مبدئي، لكن كل ما هناك أنا لا أعرف لا فلان ولا فلان ولا فرتلان، كل ما هناك أنه تم استدعائي، تم دعوتي لحضور ندوة بالفنيدق في أواخر أظن أواخر 2009 أو بداية 2010 حول سبتة ومليليا، بدعوة من زميل محامي معي، حضرت هناك، وآخر مرة أتحدث عن سبتة ومليليا، وأول مرة، ليست لدي علاقة لا بتأسيس جمعية ولا عضو في الجمعية، ولا إذا تم إدخالي في جمعية معينة هذا شأنهم، ولا أعرف أحدا مما تتحدثون عنه، ولا فقط أنني حضرت ندوة تتعلق بتحرير سبتة ومليليا في الفنيدق في دار الشباب في أواخر 2009 وبداية 2010، وليس لي أي علاقة بأي جمعية، أي جمعية باستثناء جمعية كنا أسسناها في قبل 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 حركة 20 فبراير، أسسناها في 18 دجنبر 2010 لتقديم الدعم الحقوقي للحركة المباركة التي كانت ولدت على الفيسبوك، وفعلا كانت الاحتجاجات واللافتات تكتب من مكتبي الذي كان مقر للجمعية، وخرجنا للشارع وكنا نؤطر وكلنا الهروة تحنا، وعانينا كذلك، وكان ليست مواجهة، وإنما أول حضور، أول نزول للشارع، نزل عبده الضعيف، نزل إلى الشارع في العاصلة 10 صباحا، وبقيت رفقة المحتجين ووسط المحتجين إلى غاية
الثاني عشر ليلا حيث حوصرت رفقة 17 شخصا بمكتبي، ولم نستطع من الخروج من المكتب إلا بشق الأنفس. لهذا أقول بأنني مرتاح الضمير، ضميري مرتاح، وسيرة الذاتية صافية ومخلص لمبادئي، ولدي فلسفة في الحياة، ومستعد لتقديم أقصى التضحيات إرضاء لمبادئي وفلسفتي في الحياة، ولن أقبل لا بالخنوع ولا بالخضوع ولا بالمساومة مهما كلفني ذلك، وسأظل أدافع عن حقوق الإنسان ليس في منطقة الريف فقط الذي أعتز بالانتماء إليها، وإنما في جميع المناطق المغربية الأخرى، وقدر المستطاع مناصرة جميع القضايا الإنسانية العادلة في ليس فقط في 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 في, في في المغرب أو شمال إفريقيا بل عبر العالم. هذا ما يجب أن يعلمه الجميع، ولن ألتفت لأي كلام ولا أي محاولة للتخوين، سواء من طرف الأجهزة المخزنية التي سعت بجميع الوسائل للتأثير علي ولطبعا تخويني، ولي كذلك حتى الأجهزة الأمنية كانت تسميني بالخائن لأنني أدعم الحراك الشعبي بالريف، وحاولوا إلصاق تهمة الإرهاب بجميع التهم الملفقة. الأجهزة المخزنية حاولت بجميع الوسائل إلصاق التهم، لكن نرى الآن بأن للأسف أبناء جلدتك الآن يقومون بالدور، بعض يعني القلة القليلة يقومون بالدور الذي كانت تقوم به الأجهزة الأمنية أو رفقتها، يتعاونون مع هذه الفيروسات الإلكترونية لاستهداف البوشتاوي. ولكن أقول لهم مهما فعلتم فأنتم مجرد بيادق، مجرد أعتبركم مجرد بيادق مخزنية، وكذلك البيادق المخزنية التي كانت تستهدفني في المغرب وتحاول التأثير وتشويه صورتي، تحاول الآن. أقول لكم لن تستطيعوا مهما فعلتم، فالقافلة ستسير بخطى ثابتة إلى تحقيق أهدافها، ولن أتنازل مهما كلف الأمر. أما محاولة الاستدراج إلى نقاشات وإلى تفاهات فإنني سوف لن أبالي، ومن يعرف البشتاوي جيدا يعرفه ويعرف حقيقة البشتاوي، وسوف لن يلتفت لأي كلام يقال. هذا ما أريد أن أقوله لكم، شكرا لكم وتحية نضالية. وكذلك أنني شخصيا أترفع عن بعض أعتبرهم تافهين يقومون بالتخوين وبالتهم الفارغة، لا أترفع عنهم لأن أعتبرهم دون المستوى، وكل إناء ينضح بما فيه. يعني الإنسان يعبر عن مستواه ويعبر عن عقليته المتعفنة، وبالتالي لا داعي، لأن يكفي أنني مرتاح الضمير. وطبعا القافلة تسير وستسير إلى الأمام، ولن أبالي بأي أحد طالما أنني مقتنع بمبادئي ومرتاح الضمير ومستعد لتقديم كامل التضحيات إخلاصا لمبادئي التي أؤمن بها، وطبعا وفق فلسفة الحياة التي طبعا أؤمن بها. تحية نضالية وليلة سعيدة، وتصبحون على خير.